نوه رئيس المجلس الوطني للصحافة بالعمل الذي يقوم به رجال ونساء الإعلام خصوصا في هذه الفترة الاستثنائية، مشيدا بروح المسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة التي أبان عنها الجسم الصحفي، داعيا بالمناسبة للتصدي للجهات التي تقوم بنشر الإشاعة. لابد أنني نوجه تحية للمهنيات والمهنيين من صحفيين ومسؤولين على الصحافة والإعلام، لأنهم كيقوموا بواحد الدور وواحد المجهود اللي هو كبير الآن في نقل الأخبار الصحيحة الموثوقة، وأيضا في نشر التوعية والتحسيس بضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية وكل التدابير ديال الوقاية. هناك حرص واضح من طرف الجسم المهني على احترام أخلاقيات المهنة والضوابط ديالها والقواعد ديالها المهنية. طبعا هناك واحد القلة قليلة اللي سجلناها في المجلس الوطني للصحافة اللي حاولت أنها ما تحترمش هذه الأخلاقيات هذه، واللي اعتبرت بأن هذه مناسبة ربما لزيادة في الأرباح، وكنعتبروا بأنه هذا العمل هذا تجاري محض يناقض أخلاقيات المهنة، وحنا ضد هذا النوع من تجار الأزمات. وكنقول لهم بأنه الجسم الصحفي غادي يتصدى لكم، والمجلس الوطني أيضا غادي يوقف في وجهكم. الآن حنايا كنعتبروا نفسنا مهنيين كالفئات الأخرى اللي كتجند في هذه الظروف هذه، باش أنها تلعب واحد الدور في إطار مسؤوليتها الاجتماعية والأخلاقية. حنا لابد أننا ننقلوا الأخبار الصحيحة، نواجهوا الإشاعات، ونساهموا إلى جانب الفئات الأخرى، ونتمنى المجتمع كله في أنه يتخذ الإجراءات ديال الوقاية والإجراءات الحقيقية لمواجهة هذا الوباء هذا اللي هو خطير جدا. وفي نفس الوقت كنستغلوا هذه المناسبة باش نوجهوا نداء حتى للمواطنين النشطاء في الشبكات الاجتماعية، باش أنهم حتى هما يواجهوا الإشاعات، وحتى هما يلعبوا دورهم في التوعية الحقيقية وفي نشر الأخبار الموثوقة، لأنه هذا خطر حقيقي يهدد العالم ويهدد أيضا بلادنا.